دلوقتي هنبتدي نعمل الخضار السوتيه بتاعنا. هنجيب شوية زيت زيتون، خلي دي صغيرة شوية، نجيب دي تمام كده. تسخن، نقلب الزيت فيها كويس عشان يسخن، في نفس الوقت الطاسة كلها تبقى بالزيت عشان ما تلزقش الحاجة بتاعتنا فيها. خليها تغلي شوية، بعد كده تسخن، بعد كده هو نجيب السمك بتاعنا اللي احنا تبلناه وحطيناه في قلب التتبيلة اللي هو عصير الليمون والمستردة والزيت والثوم والملح. نجيب الدقيق ونديها تعفيرة صغيرة عشان بتساعدنا ان هو ما يلزقش في قلب الشواية بتاعتنا. سنه ونبتدي نتبل خفيف علشان ما يلزقش. والتانية برضو نزل الثوم، بعد كده هوت برضو خفيف خفيف عشان نساعد ان السمك ما يلزقش فيه. نغسل ايدينا ونيجي نقلب الخضار بتاعنا. كده الخضار بتاعنا جاهز، نعمل له بصلة صغيرة، ممكن نضيف عليها شوية أعشاب، ممكن نضيف عليها ثوم على حسب ما احنا محتاجين. كده خلاص نكفي عليها لغاية لما نحضر لها الحاجة بتاعتنا. ننضف بس مكاننا ونشتغل على طول. نجيب بعد كده بصلة صغيرة ونعملها للخضار، نشوف كده على السمك ايه الدنيا معاه. واحدة واحدة كده هو لسه شوية. نشوف دلوقتي نعمل البصلة المفرومة اللي احنا هنضيفها على الخضار. نجيب بقية البصل اللي احنا استخدمناها مع السلطة، طح رفيع، ممكن نستخدم بصل ممكن ما نستخدمش، ممكن نخليها كده شوية زيت زيتون وشوية من الملح والفلفل على طول، ممكن نخليها بصل، ممكن نخليها ثوم، ممكن نخليها أعشاب، ممكن نخلي كل ده مع بعض، كل واحد وعلى حسب اللي هو عايزه، عايز الخضار السوتيه بتاعه اللي بياكله شكله ايه، بس هو الأساس خضار السوتيه شوية الزبدة وشوية الزيت ويقلبوا فيها وخلاص. الباقي ده كله يعني زي ما يقول ابتكارات عشان نحسن ونزود من الطعم بتاع الأكل بتاعنا. نبتدي نفرم رفيع، عنا برضو على السمك، خلي
البصل الآخر ونديها فرمة صغيرة تاني. ممكن نستخدم البصل كله، ممكن نستخدم جزء شوية منه. نركن دي هنا اهوت، نبص على السمكة، بعد كده نطلع الطاسة الصغيرة بتاعتنا اللي هنعمل فيها تسخن لغاية لما تشوف السمك بتاعنا. نقلبها تمام. ناخد سنة زيت زيتون في الطاسة بتاعتنا، نعرف الزيت سخن ولا لا، نقلبه في الطاسة وننزل الزيت على الناحية التانية من الطاسة. لو عمل زي خطوط كده هو يبقى كده الزيت بتاعنا سخن. شوف السمك بتاعنا تمام، دي كويسة، دي لسه، دي شوية تاني تستوي عشان بعيدة عن حرارة. ندخل تاني البصل ونقلبها لا احنا مش عايزينها تلون عشان ما تديش لون غامق يبقى غير مستحب في قلب الخضار، عايزينها كده لون فاتح ذهبي فاتح علشان تدي لمعة مع الخضار بتاعنا. تمام كده نبتدي ننزل الخضار. نديله سنة ملح. وسنة فلفل صغير. ممكن نضيف له زي ما قلنا شوية ثوم، ممكن نضيف له أعشاب، ممكن ولا ده ولا ده، ممكن نضيف له كل حاجة من اللي احنا قلنا عليه. نقلبها بعد كده اهوت، نحضر الطبق اللي احنا هنغرف فيه ونجيب معلقه احنا اهي علشان لو في اي زيت زياده ولا حاجه يبقى ما يجيش معنا في الطبق بتاعنا. خليها كده اوكي، سخنها تسخينه كده، بعد كده نطفي النار ونحط شويه. بعد كده ناخد السمك التانيه دي لسه مستويتش، هنقلبها ونخليها نكمل سواها بعدين. ناخد المستوى ديت ونخليها
على بتاعي. بعد كده نجيب الليمون بتاعنا ونقطعها نصين، نشيل دي كده. بعد كده هوت ناخدها شكل كده هوت، بنعمله عندنا في الاوتيلات حاجة خفيفة، نحطها هنا عود شبت لذيذ و نتمنى يكون السمك والخضار السوتيه عجبكم.